السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم بالتغطية الخاصة من قناة الأيام الفضائية. مثل ما عودتكم قناة الأيام الفضائية بكل الأحداث المهمة، كانت محليا دوليا إقليميا، كنت أمن سباقة بهذا الموضوع. تغطيتنا اليوم عن الاعتداءات المستمرة من كيان الشيطان، الكيان الصهيوني الغاصب للأراضي، المعتدي على الحرمات، قاتل الأطفال، عالم، وكل الصفات السلبية التي كتبت بكتب التاريخ وبآداب جميع اللغات اليوم تنطبق على هذا الكيان المجرم اللي استمر باعتداءاته في لبنان، في سوريا، ومستمر اعتداءاته في فلسطين، وأيضا الاعتداء الغاشم في طهران الذي استشهد به القائد إسماعيل هنية. الرحمة والخلود لروحه الطاهرة، وعزائنا لكل شعوب العالم الإسلامي والعربي وشعوب وليس الأنظمة، لأن أغلب الأنظمة العربية هي أنظمة تطبيع، أنظمة راكعة للكيان الصهيوني. وأيضا نستنكر العمل الجبان اللي قامت به القوات الأمريكية بقصف الأراضي العراقية في محافظة بابل واستشهاد جنود من الحشد الشعبي المقدس. المنطقة مشتعلة بسبب اليوم تكرار هذه الهجمات العبثية الهمجية المجرم من قبل الكيان الصغير المجرم، الكيان الصهيوني، والداعم الأكبر الشيطان الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية. مستقبل المنطقة والمستقبل في الأيام القليلة القادمة، ردود الأفعال على هذه الجرائم المتكررة اللي حقيقة استمرت هذه منذ عقود، منذ يوم قيام هذا الكيان القذر في نهاية أربعينيات القرن الماضي. أحبة المشاهدين، راح نناقش كل هذه الأمور مع الأستاذ محمد الياسر رئيس مركز البلاد للدراسات. أهلا وسهلا بك أستاذ. وعبر السكايب أيضا نرحب بالدكتور محمد مشيك، أكاديمي ومحلل سياسي من لبنان. أهلا وسهلا بك. وأيضا أهلا وسهلا، وأيضا نرحب بالدكتور عباس خاميار، الأكاديمي والباحث في الشؤون الإيرانية من طهران. أهلا وسهلا بك. شكرا جزيلا. أبدأ مع الأستاذ محمد الياسري. أستاذ محمد، ما أعرف نعزيك أو هو هذا اليوم أمنيات الشهيد إسماعيل هنية أنه يستشهد خلال أقل من عام، عائلته بالكامل من أولاده وأحفاد وشقيقته استشهدوا بنيران الصهاينة. فاليوم الموقف، اليوم الصدمة الكبيرة اللي تعرضها خاصة يعني الشعب الفلسطيني الذي ينظر لإسماعيل هنية كرمز وطني حقيقي. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم ولضيفيك العزيزين الكبيرين وللمشاهدين الكرام. بداية نعزي الأمة الإسلامية، المراجع العظام، قيادات محور المقاومة، قيادات حركة حماس باستشهاد القائد الوطني الكبير الدكتور إسماعيل هنية رئيس الوزراء الأسبق في السلطة الفلسطينية. أولاً طبيعة الشخصية للدكتور إسماعيل هنية، هو شخصية وطنت نفسها للشهادة، يعني ليس مستغرباً إذا جئنا إلى تاريخ حركة حماس ابتداءً من مؤسسها الشهيد الراحل الشيخ أحمد ياسين، كذلك أيضاً الدكتور عبد العزيز الرنتيسي رضوان الله عليهم استشهد في نفس العام بفترة قياسية قريبة مع نجلي أيضاً، وكذلك عشرات القادة الذين استبسلوا ميدانيا وكذلك على المستوى السياسي، وليس فقط في حماس، الشهيد أبو علي مصطفى الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كذلك الشهيد فتح الشقاقي وغيرهم من القيادات الفلسطينية، كلها ذهبت في سبيل قضية القدس الشريف. لكن في هذه العملية هناك أمر آخر، باعتبار أنه هذه جاءت في عملية اغتيال المزدوج لشخصيتين، الأولى في بيروت والثانية في طهران، دلالاتها أيضا الاستشهاد في بيروت إلى الآن رسميا ما أعلن، نعم، ولكن ما أعلن فيها مفارقة، ولكن نعم. هناك حدث أمر في بيروت وكذلك معلوم ما هو في طهران، وفي طهران فيه دلالات كبيرة، باعتبار يوم تنصيب رئيس الجمهورية الإسلامية الدكتور مسعود بزشكيان، والذي جاء على أثر استشهاد السيد رئيسي رضوان الله عليه في حادث بعض الإشارات كانت تقول في السابق لأن يكون عملية اغتيال مدبر، هذا أيضا. فبالتالي في يوم التنصيب وحضور أكثر من
110 شخصية أجنبية ووفود من دول العالم. نعم. وبالتالي في وسط طهران يتم اغتيال هذه الشخصية. هذه الشخصية أيضا هي مفاوض عن الحركة مع قطر، والقطر أيضا تفاوض الاحتلال الإسرائيلي لإتمام الصفقة. بالتالي إنه هذه الشخصية المعنوية الكبيرة التي تقوم بعمل سياسي واضح يمثل هموم وتطلعات الشعب الفلسطيني في الخارج، فبالتالي انه له مكانته الكبيره يتم الاغتيال. وبهذه الطريقه كان بالامكان اغتياله في قطر، ولكن لماذا طهران؟ هذه رساله الى طهران بان البحث الاحتلالي يبحث عن نصر وهمي، هذا يسمى في المصطلح العسكري نجاح التكتيكي، اخراج ايران من مساله الصبر الاستراتيجي والتي احتفظت به، وضمن جعل اسرائيل التي كانت وضعتها ايران فيها في الداخل ضمن اسوار النار، اليوم في محاوله اخراج ايران من هذا الطوق ومن هذه المسألة الصبر، وخروج إسرائيل أيضا من هذا الطوق الأمني. فبالتالي اليوم هذه العملية جاءت لهذه الأسباب، أنه حتى يتخلص نتنياهو من العقدة الفشل التي رافقت العشرة الأشهر الماضية، فبالتالي جاءت هذه العملية. طبعا هنا السؤال، كيف يمكن أن يتم اغتيال شخصية مثل الدكتور إسماعيل هنية في طهران؟ اولا طهران هناك، في اذكر انا العام الماضي الوزير الاطلاعات الايراني ذكر عن تفكيك ما يقارب 400 شبكه في ايران، ما بين داعش، ما بين الموساد، السي اي اي، مجموعات التخريبيه، هذا تم تفكيكه سابقا. بالنتيجه هناك الاجهزه الامنيه شغاله في الجمهوريه الاسلاميه. الجانب الاخر انه ما ولد طبعا في بدايه الامر انه الدكتور الشهيد هنيه زار شخصيه فلسطينيه في طهران، وهذا يعني ان هناك قد يكون هاتف الشخص الذي زاره مراقب، وبالتالي انه من الممكن ان يتم عمليه الاستهداف من داخل ايران عن طريق المسيرات التي تتركب في داخل البلاد هذه الصغيره، وكذلك حتى الصواريخ الصغيره. نعم، هذا يؤشر إلى أن هناك إشكالية أمنية يجب أن تعالج في هذا الأمر. في نفس الوقت الذي إشكالية؟ حدث، نعم، مشكلة أمنية خو بالنتيجة عملية اغتيال حدثت، النتيجة مثل الدكتور اغتيال الشهيد فخري زادة كان هناك، فالشخصية تسببت بالنتيجة. ما ذكره أيضا وزير الاطلاعات السابق أنه كان على مقربة من اعتقال المجموعة التي نفذت، ولكن كان ينقصهم الوقت والشخصية الرابطة التي أدت إلى عملية اغتيال. في هذه الأمر أيضا قد تكون بهذه الصورة، نحن لا نستبعد هذه مسائل أمنية قد تجريها الأجهزة الأمنية، لكن المسألة وين؟ بيان الإمام القائد كان واضح أنه إيران هي ولية الدم، الضيف قتل في إيران في الجمهورية الإسلامية، إيران تحتفظ بحق الرد وتريد أن تلقن العدو درسا قاسيا. لاستذكر تصريحه إلى لما زار رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظم أيضا، قائل الشهيد كان ضيفكم، هذه رسالة أنه هذا كان ضيفكم. نعم. اليوم البيان الإمام الخامنئي قد وضح أنه إيران سترد، تبنت الثأر طبعا، هذا بعد هذا أنه الضيف قد قتل في هذه الدار، بالتالي مسألة رد الاعتبار هذا وارد الأول. الثاني هنا يطرح التساؤل، هل يكون الرد عاجلا أم آجلا أم كيفية؟ هذا يعتمد على ما تمتلك إيران من بنك أهداف أولا، ثانيا أن لا يحقق ما يطمح إليه نتنياهو بأن يخرج من هذه المعركة. طموح نتنياهو أن إيران تدخل المعركة الآن ثم تدخل أمريكا على الخط بشكل مباشر لكي يتنفس، لأنه هو الآن في المستنقع. أكيد. فبالتالي هنا إيران تدرس هذه الخيارات. نعم. خلنا ننتقل إلى العاصمة الإيرانية طهران مع الدكتور عباس خميار، ورحب بك من جديد دكتور. شكرا جزيلا، تحية لك ولضيفيك الكريمين. نعم دكتور، إلى الآن لم يعني تنشر أو يصرح بها رسميا تفاصيل العملية بالدقة، هل هي طائرة مسيرة، صاروخ؟ يعني أغلب الأقاويل الآن تتحدث عن صاروخ من خارج الحدود الإيرانية، يعني الأنظار إلى من تتجه؟ هل تتجه دائما مثلا إلى مناطق شمال العراق، أو هذه المرة مثلا أذربيجان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة إيران كما تعرفون هي في حدود مع 15 دولة. نعم. وكثير من هذه الحدود هي حدود طويلة ومفتوحة،
والآن أنا أتصور يعني العامل الحدودي الجغرافي ربما لن يكون له تأثير كما كان سابقا. هناك التكنولوجيا وخاصة العسكرية منها غيرت كثير من هذه المفاهيم. فعلا لحد الآن لم يصدر من الجهات المختصة أي تعليق يعني تحت من غرفة العملية، غرفة التحقيقات التي شكلت الساعات الأولى لتعرف خلفيات الحادث. لن يصدر شيء بتاتا، لكن ما ينشر نعم. بأن تارة يقال من دولة مجاورة، تارة يقال من العديد يعني المعسكر الأمريكي في قطر، تارة يقال من مناطق أخرى، وتارة يقال كما أشار الضيف الكريم كثير القوى الأمنية الآن وما زالت يعني يوميا تكشف عن عشرات المخططات وعشرات الفرق التي تريد أن تدخل إيران وتقوم بعمليات تخريبية وإجرامية ويلقى القبض عليه بسرعة وبدقة. لكن يقال بأنه ربما كان هناك جهاز هاتف لدولة معينة وكان هذا جهاز ثريا تستطيع الأقمار الصناعية الصهيونية من خلالها أن تعرف المكان بدقة. ومن هذا المنطلق يعني من إذا كان هذا صحيحا فهناك يكون نوع من نوع من تنزيه القوى والمؤسسات. دكتور من خلال كلامك يعني هنالك شك أنه يعني أحد الضيوف القادمين بمناسبة اليوم تنصيب مسعود بزشكيان رئيس الجمهورية كان يحمل ثريا ممكن مراقبة؟ لا، يقولون بأنه هو كان له جهاز تليفون أو مع الشخص الذي يرافقه كان لهم جهاز على رقم الدولة التي كان يقيم فيها. لكن هذه كلها تكهنات، كلها أقاويل، وهناك بعض هذه الأمور هي أساساً وربما تطرح من قبل العدو للتمويه. أتصور يعني القوى الأمنية والمعلوماتية تضع كل هذه الأقاويل وكل هذه التكهنات يعني في محمل الجد لكي تصل إلى النتيجة الدقيقة لهذه العملية. مهما تكون الظروف، مهما تكون الأسباب، ولكن في نفس الوقت العملية كانت مدروسة وكان من المفترض أن تقوم إسرائيل بهذه الجريمة في زيارة الشهيد إسماعيل هنية إلى تركيا في زيارته الأخيرة، ولكنها تركت الأمر بأسباب غير معروفة وغير معلنة، وهو أساساً كان في قائمة الاغتيالات والمؤامرات الإجرامية للإدارة الإسرائيلية منذ سنوات. ويعني قامت إسرائيل بعدة عمليات اغتيالات فاشلة ولم تستطيع أن تصل إلى هذه الدرجة. اختيار طهران بهذا الظرف له مدلولاته وله أسبابه، لكن في نفس الوقت أنا أتصور سيكون الرد سيكون أنيق وسيكون دقيق، وستكون معادلة الردع وقواعد الردع قواعد مهمة كبيرة، ولن ترضى إيران بهذه الطريقة أن تتغير القواعد التي قواعد الردع التي أرستها في عمليات الوعد الصادق بعد الصبر الاستراتيجي التي تحملتها إيران عدة سنوات وبعد اغتيالات متعددة. وكانت نعم دكتور سعود إليك
لشرح تفاصيل الرد، وايضا افهم موضوع الرد الانيق والدقيق، ساعود اليك بعد قليل. ولكن انتقل الان للدكتور محمد مشيك الاكاديمي والمحلل السياسي من لبنان، ورحب بك من جديد دكتور. يعطيك العافيه، تحيه. نعم الله يحفظك. انا ما عم شوفه على الكاميرا، بس ممكن البعض يشوفوني. شباب الصوت غير واضح، الكنترول ممكن يعدلون الصوت. لا الصوت سامعانا، بس انا على الكاميرا ما عم شوفه لانه ما في صوره من عندكم. نعم دكتور الامس قصفت الضاحيه الجنوبيه وقاعده من الشهداء والجرحى في لبنان، هل تتوقعون هناك ترابط وهناك خطه معينه وهناك فكره معينه من الاعتداءات على بيروت وعلى محافظة بابل في العراق وعلى طهران، والآن قبل ساعات قليلة وقبل أقل من ساعة قصف في منطقة السيد الزينب في العاصمة السورية دمشق، هل هذه التوقيتات مدروسة وما الهدف منها من توقيت واحد؟ برجع يعطيكم العافية نجدين، أكيد من طبيعة الحالة الشخص الطبيعي السيناريو اللي صار، الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر داعمين للكيان الغاصب الفلسطيني المحتلة، سواء كان بالمال، بالسلاح، بالمواقف على الصعيد الدولي وحتى عسكريا واستخباراتيا، وحتى في تنسيق تام بالنسبة للأمور الاستخباراتية، وبالتاريخ لورا في بعض الجهات قاموا يعني بعمليات يعني مع بعض. بطبيعة الحال إذا بدناش نحن نشوف نرجع يومين لورا، نحن بدنا نبلش من حادثة الجولان، حادثة مجدل شمس اللي اكيد بطبيعه الحال العدو الاسرائيلي هو اللي استهدف الاطفال او اخذ ذريعه بمكان معين اللي هن اطفال سوريين بارض محتلتها اسرائيل. بيان المقاومه بلبنان نفى هذا الموضوع. سرع نتنياهو رجعته على لبنان، هلا بطبيعه الحال نتنياهو اخذ ضوء اخضر من الديمقراطيين ومن الجمهوريين، وهن عم يتبعوا اصلا مين بده يراضي اسرائيل كرمال الايباك وتاثيره بالداخل الامريكي. وقتها رجع نتنياهو على دافع يعني على كيان الغاصب على ارض فلسطين المحتله، بطبيعه الحال عملوا اجتماعات هن قبل ما يروح نتنياهو على امريكا، حتى قبل بشهور، يعني نحن صرنا نسمع على التلفزيون انه وحتى تصريحاتهم بيقولوا انه نحن بدنا نختال القاده الكبار بالمقاومه، سواء كان المقاومه الفلسطينيه او بلبنان او حتى بمحور المقاومه. واكبر دليل وقت استهدف القنصليه في دمشق، واكيد رده الجمهوريه الاسلاميه بايران. تم استهداف الضاحيه يعني بيروت، العاصمه اللبنانيه بيروت، بالضاحيه الجنوبيه استهداف مبنى، اكيد راح في شهداء. وبعد لحد هلا نحن مصير القائد كبير فاز شكر بعده غير معروف، لانه المقاومه من بعد ما حددت. بس دكتور السؤال الان المحير، يعني كيف اليوم اعلن جيش الاحتلال الصهيوني استشهاد القائد فؤاد الشكر، وفي نفس اللحظة إلى الآن حزب الله لم يعلن عن هذا الموضوع، إضافة إلى أن إسرائيل صنعت أنه وهم الانتصار عندما وصفت إن شاء الله المحفوظ وليس الشهيد إن شاء الله اللي موجود في بيروت، وصفته برئيس هيئة الأركان، قاعد تعطي دلالة أنه مثل المنصب اللي موجود في جيش الاحتلال الصهيوني، أنه صناعة نصر. لماذا إلى الآن لم هناك تأكيدات على نجاته واستشهاده؟ هلا بطبيعه الحال انا كل مين بصدق بدي صدق المقاومه وبيانات المقاومه، وكلنا كمان نفس الامر. الكيان الغاصب مثل ما تفضلت حضرتك بمكان معين عم بيحاول يوجد صوره نصر بداخل الإسرائيل، وخاصه بعد الاحداث الداخليه اللي صارت عندهم من اقتحامات لبعض السكنات عندهم، وغير انه التضعضع الجبهه الداخليه الاسرائيليه حتى قبل 7 اكتوبر. نحن المقاومه هي اصدق ما يكون وقت بتفشل سواء كان مقاوم او حتى قائد بالمقاومه، مجرد انه استشهد تعلن المقاومه وتحط نبذة عنه ما بتخفي هيدا العمل، الا انه نحن نزل بيان للمقاومه حدد فيه قال انه بعد مصير القائد الكبير غير واضح ومسؤول. بطبيعه الحال ما فينا نحن نتماشى، يعني اذا بنرجع للاخبار لمساء امبارح، يعني بنشوف الاخبار اللي تويتر الساعه 12 الساعه ما استشهد، اكيد اللي بيمشي بهيدا المسار يعني المسير اللي بيمشيه مسار المقاومه يعني احدى الحسنيين، اما النصر ام الشهاده. وبطبيعه الحال كل قائد يعني المقاومه هي ولاده قائد، يعني كلهم ببلشوا بريعان العمر، يعني هن صغار بالمقاومه حتى يتبوا اعلى المناصب، انه عم يقدموا حياتهم
الخدمه للقضيه العادله لتحرير الارض، ارضنا المقدسه اكيد فلسطين المحتله. نعم دكتور. بطبيعه الحال القاضي الكبير فؤاد شكر يلي هو السيد فؤاد شكر يعني هو قائد كثير كبير له تاريخ بالمقاومه من الاجتياح الاسرائيلي للبنان يعني لحتى لامبارح صارت محاوله عمليه الاغتيال له اكيد بعض المصير بيلعبوا البعض انه معروف مش محدد منتظر بيان نحن المقاومه بهذا القسم. نعم دكتور اكيد راح نعود لك طبعا احبتي المشاهدين كانت اللقطات التي تعرض قبل قليل على قناه الايام الفضائيه هي صور مباشره لمراسم التشييع الرسمي لشهداء الحشد الشعبي اللي امس حقيقه بسبب استشهدوا بسبب غار الولايات المتحده الامريكيه في شمال محافظه باب العود مع الاستاذ محمد الياسر. استاذ محمد الان الطريقه الصهيونيه بالانتصارات بين وجهه نظرهم كانتصارات هي اغتيال الشخصيات في محور المقاومه، واستشهد احمد ياسين ولم تمت حماس، استشهد قاسم سليماني ولم ينتهي الحرس الثوري، استشهد ابو مهدي المهندس ولم ينتهي الحشد الشعبي، شخصيات كبيره وكثيره جدا يعني. ما هو الهدف؟ الرساله؟ هل اليوم كان الصهيوني عاجز عن انتصار حقيقي ليتجه الى طريقه العصابات بالاغتيالات؟ هو بالتاكيد انه الاحتلال خصوصا بالسنوات الاخيره ايران تقدمت كثيرا، احنا اذا رجعنا يعني قليلا ارجع الى الوراء في الثمانينات مطلع الثمانينات ايران خسرت الكثير من الشخصيات القاده، الشهيد المطهري، الشهيد بهشتي مع 73 شخصيه، وزير رئيس الجمهوريه الشهيد رجائي، رئيس الوزراء باهونار، وقائد القوة الجوية، قائد القوة البرية، في كل تلك الظروف إلى أن وصلت إلى وزير الدفاع صياد شيرازي رضوان الله عليهم، لكن الثورة تطورت. هذا النموذج كذلك في اليمن استشهد القادة الحركة أنصار الله، لكن نراه اليوم أنه اليوم دولة أصبح أقوى دولة. نعم. في حزب الله عندما نلاحظ أنه في بداية الثمانينات اغتيال الشيخ راغب ثم سيد عباس، لكن اليوم حزب الله أخرجهم من جنوب لبنان، كذلك في انتصار الألفين في 2006 وإلى اليوم أصبح يعين دولة مثل سوريا. حزب الله أرسل قادة ميدانيين إلى العراق في حرب مع داعش، كذلك الآن في العراق عندما تحولت الأزمة إلى فرصة حقيقية. هذه كذلك العملية الاحتلال عندما يرى بأن مستوى الفشل والتدني الذي وصل إليه من انهيار منظومة الأمنية في عملية طوفان الأقصى، القيام بعملية الرد عن طريق في محاولة اسمها الردع أو السيوف، ودخل إلى غزة، أعلن أن منطقة شمال غزة أنه خالية من كتائب القسام، أطلقت الصواريخ من تلك المنطقة، وتم التبادل مع الأسرى من تلك المنطقة التي أعلن أنها تمت السيطرة عليها. ذهب إلى رفح، عاد إلى جباليا، بالنتيجة الآن يريد أن يبحث عن ماء الوجه دخوله. لكن في هذا المجال أنا أقول في السابق ذهب إلى طهران لاغتيال الشهيد إسماعيل هنية، يوجه رسالة فيها الجانبين، الأول إلى حركة حماس وإلى قيادات المقاومة أن أنا أستطيع الوصول، كذلك إلى طهران بأن لدي نفوذ وإمكانية أن أصل إلى طهران. بالنتيجة أنا أخرج، أنا أقبل بشروط الصفقة التي يتم التفاوض عليها، وإلى الآن وهذا السر لماذا لا يعلن الاحتلال أنه وراء استهداف الشهيد إسماعيل هنية، حينما بالمقابل أعلن عن نشر صورة تم التخلص منها إعلام المكتب الحكومي. نعم. حذفها بعد 30 دقيقة، هذا أعطى رسالة بأنه لا يعلن بأنه يتبنى رسميا بالمقابل ما تبنى في لبنان الآن الذي غير مؤكد، تبنى عن وأسمى شخصية. هذا الفكرة وين؟ نعم. أنه يريد لا يريد للإيراني أن يرد بأني لم أعلن، هذه النقطة أنه مو أنا القاصف، عندما يسأل أنا مو قاصف، هناك مجموعات أخرى قد تكون هي قاصفة، عملية تملص وهروب. وبنفس الوقت هو يقول نفذنا عملية اغتيال في داخل طهران، وبالتالي أنه خرجنا منتصرين على الأقل بهذه المعركة. هذه الصورة التي يريدها، الصورة النمطية التي يحاول أن يرسلها. أستاذ محمد ولو أن ما أحب أبتعد عن محور وموضوعنا، طريقة الاغتيال للشهيد إسماعيل هنية ما تأيد أنه فتح التحليلات والتحقيقات باستشهاد السيد رئيسي؟ شوف هاي القضية
احنا هي نعم ممكن قد تكون اكو ترابط في هذا الامر. ايران تواجه الكيان الصهيوني منذ 79 في فترة التسعينات والألفينات تمت عملية استخدام أنواع الحروب، الوكالة، حرب الإلكترونية، حرب الناقلات، حرب المتفجرات، النووية، شوارع. كل أنواع الحروب تمت عمليات. بالمقابل الجمهورية الإسلامية أيضا قامت بعمليات رد سرية سرية علنية علنية، كانت عملية الرد بالمثل. هذه هي سياسة الجمهورية الإسلامية. وأيضا النقطة الأهم أنه إيران تجيد العمل ومتفوقة جدا في سياسة حافة الهاوية، وهذه من الغلائل الأنظمة القليلة التي تمتلك هذه الخاصية، لأنها مسألة مهمة حياتية. الإيرانيين خلال هذه السنوات تم جربوا هذه المسألة ونجحوا بها كثيرا. مثلا عندما يتم اغتيال مثل الحاج قاسم سليماني رحمة الله عليه وشهيد أبو مهدي، وهذا خط أحمر لدى إيران طبعا. انتهكته أمريكا. ماذا قامت إيران؟ قصفت قاعدة أمريكية التي لم تقصف منذ الحرب العالمية الثانية. نعم. هذه النقطة، لم تقتل الجنود بقدر ما عملية الاستهداف إنه موقع ومكانة. كذلك أيضا في عملية حتى في زمن ترامب، عندما كانت هناك طائرتين اخترقت الحدود الإيرانية، واحدة تحمل جنود والأخرى مسيرة، قصفت الطائرة المسيرة فيها توجيه رسائل. هذه عملية لو كانت في المقابل يمكن الآخرين قاموا بعملية الهجوم المباشر وإدخال البلاد في مشاكل، لكن هذه كانت عملية واضحة منظمة ممنهجة ويتم استخدامها بهذه الصورة السليمة. لا. بالتالي نحن نقول اليوم هذه العملية الإيرانيين أعلنوا أنهم يحتفظون بحق الرد، هذه الخطوة الأولى. النقطة الثانية، متى سيكون الرد؟ هذا ما تقرره القيادة الإيرانية وما تمتلكه من بنك أهداف، سواء يكون الرد المباشر ومعلن قريبا بعد مدة، الهدف هل إعطاء فترة لاستمرار الصفقة أم لا، ما هي ردود الأفعال لدى العدو. طبعا هذه ردود الأفعال الغربية. نعم. بالأمس كانت الوساطات الغربية التي والوفود التي تأتي إلى لبنان لغرض أنه أن يمت أو حد مثل من الهجمات، من هجمات حزب الله على الاحتلال، خصوصا بعد قضية مجدل الشمس. ماذا كان رد حزب الله؟ العمل سيكون في الميدان. هذه هي بحد ذاتها أنه هناك مواقف يجب أن تؤخذ جميع المسارات. نحن أيضا هم قبلها لا ننسى أنه قبل في هذا الأسبوع لدينا كانت محاولة إلهاء لمحور المقاومة، محور المقاومة الذي يدخل الذي الآن مشغول في غزة، يتم إلهاءها في باكستان بقضية القبيلة الشيعية المحاصرة من قبيلة من القبائل السنية أمام تفرج الجيش الباكستاني، عملية تفجير لمجلس تأبين للشيعة في عمان لأول مرة، دور السلطات الكويتية في منع المآتم الحسينية، وهذه في السابقة أيضا، هذه كلها عملية إلهاء لمحور المقاومة. تأتي هذه القصف في العراق، استهداف سوريا ولبنان وإيران، وقبل أيام في اليمن. هذه الصورة التي يريد الاحتلال أن يخرج بها، ما بين الإلهاء وما بين الاستهداف وبنجاح تكتيكي، يريد أن يقول أنا قبلت الصفقة. نعم. أنتقل الدكتور محمد شيك من بيروت إلى أن يجلس الدكتور عباس خميار. دكتور محمد، المسألة الآن في خاصة الجبهة الشمالية للأراضي الفلسطينية المحتلة، الآن بدأ اليوم استعدادات الجيش من الأمس من بعد القصف في الضاحية الجنوبية، هناك استعدادات، تخوف كبير لدى اليوم المستوطنين الصهاينة في هذه المنطقة، حالة تأهب لقوى الأمن الداخلي في الكيان الصهيوني. هل تتوقع سرعة بالرد من حزب الله على هذا الاعتداء السافر؟ أكيد بطبيعة الحال نوعية الرد قياس المقاومة بس كسرعة الرد، إذا نرجع بالتاريخ لورا نحكي نحن كالمقاومة بلبنان ما بتطول كثير يعني حتى يتم الرد على العدو الإسرائيلي، وخاصة نحن هلأ بوقت في الجبهة والعة، يعني كان قبل ما يكون مكان سوى حرب أو كان يتم عملية اغتيال أو قصف تقوم المقاومة وترد. يعني بطبيعة الحال أمام الواقع الراهن اللي موجود هلأ، حرب موجودة يعني قصف موجود بجنوب لبنان، هلأ بدنا ننتظر إحنا أول شيء بيانات المقاومة لنعرف أول شيء مصير القائد الكبير السيد فؤاد شكر. بطبيعة الحال هلأ المقاومة بدها ترد، تم انتهاك السيادة اللبنانية أول شيء،
لضرب قصف العاصمة بيروت، استشهاد أطفال ونساء. بطبيعة الحال أمام هذا الواقع، الكيان الغاصب الأرض فلسطين المحتلة هو أصلا المستوطنات، غالبية المستوطنات الموجودة على الحدود مع لبنان هي فارغة، وهنا عم شكله ضغط بالداخل الإسرائيلي عليه كرمال أنه يرجع على حدوده هو موقع بعد 7 أكتوبر لتاريخ يعني الأسبوع تقريبا بيبعثوا مفاوضين ومرسلين، حتى بعتقد الألمان كمان اليوم يمكن بيجوا على لبنان بطبيعة الحال لحتى أنه يطالبوا أنه حزب الله يسحب قوة الرضوان على حدود 8 كيلو أو 15 كيلو. بطبيعة الحال المقاومة هي الشعب، نعم، هي أبناء الأرض، هن أبناء الناس. بطبيعة الحال هلأ الكيان الحاصل على فلسطين المحتلة سواء كان أعلن حظر طيران عند بشمال فلسطين، طلب من المستوطنين أنه ينزلوا للملاجئ، أي أمور بديهية عنده بده يعملها، بس لأنه أمام هذا الواقع اللي برجع بردك لأول سؤال طرحته حضرتك بالحلقة، أنه ترابط بين الجبهات. هلأ ممكن تحليل هذا بطبيعة الحال ممكن يكون في رد مثلا متزامن، على سبيل المثال نحن خاصة هلأ شفنا الجمهورية الإسلامية بإيران رفعوا راية الثائر، يعني بطبيعة الحال أمام هذا الواقع الناس رح تنطلق في اليمن بمكان معين، ممكن يكون في رد متزامن، ممكن. نعم، هلأ هي كرسي المحور هي بتحدد نوعية الرد، حجم الرد إذا كان متزامن أو كل جهة لحالها. بس العدو الإسرائيلي هلأ لو كل عملية منفصلة، بس فينا نقول إنه عملية متزامنة عم بيرد إنه عم يوجه رسالة نتنياهو إنه أنا موجود، أنا عندي عم برد قوة الردع، إنه هن كأنه أقوى جيش بالشرق الأوسط. هلأ بالنسبة للجبهة اللبنانية هي أكثر جبهة موجعة للعدو الإسرائيلي، وهي أكثر جبهة يعني بتأثر على الداخل الإسرائيلي لقربة، يعني القرب الحدود اللبنانية من الحدود الفلسطينية والقرب الجغرافي، وكمان بمقلب آخر طبيعة الجغرافيا اللبنانية بجنوب لبنان، الجبال والوديان اللي موجودة. بطبيعة الحال أمام هذا الواقع نحن لو بدنا نجي نقيس على حرب تموز اللي صارت بلبنان وانتصار المقاومة، الواقع نحن هلأ بال 2024 الأمر مختلف كلياً. أول شيء قدرات المقاومة، قوة المقاومة، تدمير اللي حيكون بالداخل الإسرائيلي، حجم التدمير اللي ممكن لأول مرة يكون بحجم داخل الإسرائيلي في حال رحنا لحرب شاملة. نحن هلأ صرنا أقرب ما نكون لحرب شاملة، بس بدها هلأ تصير عملية الرد والرد، يعني الرد على الاعتداءات الإسرائيلية. نعم. إذا العدو الإسرائيلي إجا بده يكبر حجم الرد، بطبيعة الحال هون بنكون دخلنا بنفق ما عادش منه رجعة. بس بمكان معين المقاومة بعتقد برأيي كمان تحليلي بعض الرد الإيراني كمان اللي صار بعد استهداف القنصلية الإيرانية بدمشق بده يكون نوعي هاي المرة، ما بعرف. أنا ما بعتقد تحليل هيدا برجع وتقدير من عندي، ما بعتقد رح يكون فيها الحجم الكثير كبير من الصواريخ والطائرات المسيرة، يمكن عدد محدد دقيق. نعم دكتور محمد، مستمرين بتغطيته، ولكن ننتقل إلى الدكتور عباس خميار الأكاديمي والباحث بالشؤون الإيرانية. دكتور، يعني من محب الجمهورية الإسلامية في إيران، من محب لمحور المقاومة حقيقة، نستغرب إذا كانت عملية الاغتيال بالصواريخ أو بطائرة مسيرة فرضا، إلى الآن لم تنشر عملية الاغتيال أو تصريح رسمي بهذا الموضوع، أين مثلا الدفاع الجوي؟ يعني كثير تساؤلات تطرح. إيران التي هي اليوم عاصمة المحور، قلعة المحور، الجميع ينظر إليها وعلى تطور تقنياتها وأسلحتها وعتادها وترسانتها الصاروخية، أين الدفاعات الجوية فرضا؟ نعم، هو ربما يكون السؤال وجيه، ولكن هكذا أمور يجب أن ننتظر نتائج التحقيقات. هناك كما قلت هناك يعني في الفضاء الافتراضي وفي بعض القنوات المحسوبة العبرية العربية تتحدث عن كثير من هذه التساؤلات وهذه الأقاويل، ولكن ربما الجانب الإيراني يعتبر ذلك نوع من التمويه. هناك رسائل باللغة العبرية تنشر وتبرر أو
تتهم أو توضح بعض خفايا الأمور، ولكن الجانب الإيراني والقوى الأمنية التي استلمت الملف منذ اللحظات الأولى من هذه العملية الإجرامية هي الحقيقة ذهبت صمتت، ولكي تعتبر كثير من هذه الأمور أمور تمويهية للتغطية على الحقائق والتغطية على النتائج. حتى أنا أتصور نعم هناك كانت مفاجأة، لأنه كان لن يحدث مثل هذا الأمر يعني من عقود بالضبط، والأمور لم تكن الأمور بهذه الطريقة، ضيوف رسميين حاضرين في مؤتمر رسمي وعملية تنصيب رئيس جمهورية وضمن المشاركة الرسمية، وربما لن يحسب أحد هذا الحساب. لكن كما قلت يجب أن ننتظر نتائج التحقيق. يقال بأنه كان صاروخ من بلد إلى بلد، وبمعلومات ربما قدمتها التكنولوجيا الهواتف. دكتور دكتور خلينا نقف نعم. مع فرضية أنه ممكن الصاروخ من بلد حدودي أو بلد آخر مع إيران وقصفت في قلب العاصمة الإيرانية طهران. هل إذا أثبتت التحقيقات والأدلة والمخابرات، فرض المخابرات الإيرانية، وتحددت البلد اللي أطلقت منه الصواريخ، هل يتحمل هذا البلد وحكومته كل الإجراءات اللي تتخذها إيران؟ يجب أن نعرف كيف ستكون الأمور، لأنه في النهاية وكيف يكون التعامل مع هذا الحدث، وكيف تعاملت تلك الدولة مع هذا الحدث. يجب أن لا ننسى الضرب كما أشار ضيفك العزيز، الضربة القاضية التي تلقتها عين الأسد بعد اغتيال الشهيد الحاج قاسم سليماني والشهيد المهندس، وكانت ضربة قاضية بالفعل. هذا يجب أن ننتظر. بالتأكيد هناك إذا كانت أيادي ملطخة بدماء الشهيد الضيف، بالتأكيد ستكون الضربة قاسية، ستكون الضربة دقيقة، وسيتحمل ذلك البلد مسؤولية هذا العمل. أنا لا أتصور الإيرانيون يستطيعون أن يتغاضوا هذا الأمر بسهولة. الضيف كرامة وطن والحفاظ على الوحدة الوطنية، المطالب الجماهيرية اليوم نشاهدها في الشارع الإيراني. الآن الاجتماعات في مختلف المدن، الاجتماعات والتظاهرات الشبابية في ساحة فلسطين في طهران وفي مختلف المدن هي تطالب المسؤولين الإيرانيين بالرد الموجع على مرتكبي هذه دكتور حقيقة دكتور نحب نستثمر وجودك دكتور. الإمام القائد اليوم نعم نحب نستثمر وجودك لما وصفت الرد سيكون أنيقا، ممكن تشرح لنا إياها؟ يعني هل ستكون مثلا عملية اغتيال مشابهة؟ كل الأطر مفتوحة، لكن أنا أتصور الموضوع سيكون أكبر من عملية اغتيال. هذه اغتيالات تعتبرها إيران أعمال شنيعة، أعمال جبانة كما قال أكثر من مسؤول إيراني وعربي وإسلامي. هذا يعني أتصور الإجابة ستكون في الميدان كما أجاب حزب الله في لبنان على عملية ليلة أمس. الحقيقة العملية أنا أتصور ستكون في الميدان، ولكن أؤكد كما قرأنا من بيان الإمام الخامنئي، يؤكد بأن العملية ستقوم بها أيادي إيرانية تكنولوجية إيرانية ومن الأراضي الإيرانية. هلا إذا قام كل محور المقاومة وهناك واحدة ساحات، إذا كل قام بواجبه ذاك شيء آخر، لكن
ولي الدم هذا الضيف العزيز، هذا الضيف الكبير، وهذا الضيف المميز هي إيران والجمهورية الإسلامية، وسيكون الرد على مستوى الحدث. لا أتصور الموضوع، موضوع إيران تتبنى عمليات جبانة كاغتيالات بشكل فردي، لكنها ستقوم بعمل كبير، وستكون وسيكون الرد مهم جدا، وسيكون الرد ضد مرتكبي هذه الجريمة. نعم ضد نعم دكتور. نعم دكتور، انتقل الان الاستاذ محمد الياسر. استاذ محمد، الان الاخبار اللي انتشرت غدا الامام الخامنئي سيصلي على جثمان الشهيد اسماعيل هنيه، الحرس الثوري اعلن ان الرد سيكون من محور المقاومه وخاصه ايران. اذا تبنت اليوم ايران موضوعة الرد. اليوم احنا بالاوساط العراقيه ماذا نتوقع من موضوع حجم الرد؟ هل سيكون مثلا بحجم رد الوعد الصادق، أو بحجم مثلا موضوع عين الاسد، او طريقه اخرى، او سيكون رد من نوعيه جديده؟ انا قبل ايام ذكر في الحاجز هذا قائد قوات الجو فضائيه لحرس الثوره، تحدث انه امكانيه اي انتهاك للجمهوريه الاسلاميه لسياده البلاد استهداف سيكون الوعد الصادق الثاني بعد صادق الدفوم، وسيكون فيه أكبر وأشد من الوعد الصادق الأول الذي كان ما بين 300 مسيرة وصاروخ كروز وباليستي. هذا الجانب. الجانب الآخر أيضا، هناك أيضا مجلس الأعلى للأمن القومي، هذا يجتمع يتخذ قرارات استراتيجية تحدد أنه كيف سيكون شكل العملية وطبيعة الرد، ويناقش جميع الزوايا. وهذا أعتقد الذي كان أنه اليوم كان هناك اجتماع. الحقيقة الله يعني الله يساعد جملتنا العراقية، الله يساعد مسألة سكيان أول يوم وهذا الملف. وهذا واحدة من الأسباب أنه نعم. الشخصية الدكتور بزشكيان يعني اختبار صعب، جاء بسياسة لرفع الحظر، بالانفتاح على بالضبط الغرب، وهذا أتكلم لك يعني. استمرار لسياسة الأسد الخارجية الإيرانية بالتواصل مع الدول العربية ودول الجوار الإيرانية. لديه مجموعة من المشاكل في باكستان، في أفغانستان، هذه المشاكل الخلافية الكبيرة والعالقة، كذلك مجموعة من الملفات في العراق. فبالتالي يطمح إلى أنه ذهب، حتى دعا إلى الحوار المباشر مع الإدارة الأمريكية. صحيح. فبالنتيجة اليوم بهذا الحدث، بهذه الوضع، قد تغيرت قناعاته الآن. لا، هو ليست تتغير قناعاته، ولكن وضع تحاور مع شخص. لا لا، أنا لا يمكن نعم. تغيير قناعاته. نعم. المسألة أنه ليست مزاجية وليست تكتيكية، هنا تحدث عن استراتيجية. بالضبط. أنا أتكلم مضعوا عصا في الدواليب. هذا العمل وضعوا في طريق مسير الدكتور مسعود بزشكيان، هذه أول عصا وضعت في الطريق. فبالتالي لأن هنا هذا يعتمد على رد والرد المقابل. أنا قصدي أنه مسعود بزشكيان الآن تفاجأ اليوم من مثل هذا الأمر، وكان موقفه واضحا بأن يجب أن المساس بأمن الجمهورية الإسلامية والاعتداء عليها يجب أن يكون هناك رد. هذا كان تصريح واضح وصريح وبشكل مباشر. بالنتيجة أنه إحنا اليوم نتحدث أنه إن كانت محاولات نتنياهو أو الأطراف، طبعا أحد الأطراف التي لا ترغب بالحوار الإيراني الأمريكي هي والكيان الصهيوني، كان لا يريد. إذا نذكر في العام 2015 كان الذي حاول كثيرا باعتبار أنه الكيان لم يكن جزءا ولم يكن مطلعا على طبيعة الاتفاق بالدرجة الأولى، وإن كان يصله من خلال اللوبيات اللي موجودة في الإدارة الأمريكية، لكن كان ليس مؤثرا بشكل أساسي. اليوم هو لا يريد أن يكون هناك حوار ما بين طهران وواشنطن، لأن هذا سيعرقل مجموعة من الخطوات في مسألة الخصام ومسألة العداء ما بين الكيان والجمهورية الإسلامية. فبالنتيجة هو هذا جزء من المعرقلات. فهذه عصا وضعت في هذا الخط بالدرجة الأولى. طبيعة الرد الإيراني بالتأكيد سيؤدي إلى الأمريكان أن يتخذ مواقف مهما كانت. هذا سيعرقل جزء من مسيرة الدكتور مسعود بزشكيان في مسألة الحوار مع الإدارة الأمريكية. لا ننسى أنه عملية الاغتيال بحد ذاتها للدكتور إسماعيل هنية رحمة الله عليه، هي كانت حتى الأطراف التي لديها خلاف مع حماس، الأطراف التي لا تتفق في الرؤية والمنهج مع حركة حماس في قضية التعاطي مسألة
المواجهة مع الاحتلال الصهيوني، قضية استمرار الحرب، الموضوع من الصفقة، اليوم كلها أدانت هذه العملية وحملت الإسرائيليين مثلا السلطة الفلسطينية، مثلا محمود عباس دموع التماسيح. لا مهما كان محمود عباس بكل سياته اليوم هذا الموقف وضع أيضا في إحراج باعتبار هو هم أيضا شخصية مثل الدكتور الشهيد هنية يتخوف من ردة الشارع الفلسطيني في رام الله. بالتأكيد هو فقد الشارع، لا وجود لي السلطة الفلسطينية في الشارع، عبارة عن هيكل. أنا سمعت كثيرا من لقاءاتنا مع الأخوة في حماس وممثليهم في زيارتهم إلى بغداد، قالوا أفضل موقف كان من الدول العربية هو موقف الرئيس العراقي بالاجتماع قمة السلام في شرق، ليس فقط في هذه، في كل، في حتى لغاية اليوم وحتى في البيت الأبيض وأمام بايدن حمل الإسرائيلي المسؤولية الانتهاكات التي تحدث في غزة، وحمل من يدعم الاحتلال أن هذه المسؤولية، بمعنى إشارة ضمنية حتى إلى الإدارة الأمريكية. بالنتيجة اليوم نحن أمام هذا الموقف، أمام هذا الحدث، هو وكالعادة أن كل هذه الدماء، دماء الشهيد هنية رحمة الله عليه، هي بالتأكيد تخيف الإسرائيليين أكثر من الشهيد هنية كما الشهيد قاسم سليماني. وأيضا حماس ولادة رجال، لم تقف يوما أن تتوقف على شخصية، لكن هذا أيضا يبين طبيعة الوحشية لهذا الكيان الغاصب وكيفية التعامل معه، وكيف ما يريد أن يذهب إلى أن يحرق المنطقة بأجمعها في سبيل أن يبقى نتنياهو، أن لا يعود إلى السجن أو أن يذهب إلى المحاكمة. كل التحية والشكر لك أستاذ محمد الياسر رئيس مركز البناء للدراسات، شكرا جزيلا. وأيضا التحية والشكر إلى الدكتور محمد مشيك أكاديمي ومحلل سياسي من لبنان، وشكرا للدكتور عباس خاميار الأكاديمي والباحث في الشؤون الإيرانية من طهران، شكرا جزيلا. أحبة المشاهدين، تغطيات قناة الأيام الفضائية مستمرة للأحداث المهمة، الرحمة والخلود لكل شهداء الحشد الشعبي في شمال بابل، الرحمة والخلود أكيد للشهداء في الضاحية الجنوبية، الرحمة والخلود لشهداء فلسطين، الرحمة والخلود للشهيد إسماعيل هنية اللي بدأت الأبواق والذباب الإلكتروني العربي يعمل بتغريداته النتنة، ولماذا ذهبت لإيران وهذه إيران، شوف صار بك بإيران، بيك خير، إمارات، سعودية، مصر، استضيف مقر لي حماس أو استضيف إسماعيل هنية، أجابتهم قالتهم إيران كانت جيدة جواب. الحمد لله والشكر. أحبة المشاهدين، لهنا تنتهي هذه التغطية ومستمرة قناة الأيام مثل ما قلنا لكم بالتغطيات المهمة، انتظرونا بتغطيات أخرى، إلى اللقاء.